أهلا بكم من جديد. قبل الفاصل أنهينا بقول الله عز اسمه في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ربنا سبحانه وتعالى جمع كل معاني الخير في كلمة البر، فكلمة البر هي اسم جامع لكل معاني الخير. فمن يريد الرحمة، من يريد الستر، من يريد الغنى، من يريد النجاح، من يريد التوفيق، من يريد صلاح الذرية، من يريد الاستثمار في الأولاد، يعمل إيه؟ حتى تنفقوا مما تحبون. أنفق من شيء عزيز عليك. تحب الفلوس؟ أنفق منها. تحب الناس تنصحك؟ انصح لله. تحب الناس تساعدك؟ ساعد لله. الإنفاق مش مال بس، ده الأعجب من كده إن الإنفاق لا يتعلق بمستوى اجتماعي. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفوه قالوا عليه إيه في الإنفاق؟ لما وصفوا إنفاق النبي قالوا عليه إيه؟ كان أجود من الريح المرسلة. الريح المرسلة، الريح، الهواء، العاصفة الترابية. العاصفة الترابية لا يستطيع أحد، ولا يوجد جهاز يستطيع أن يحصر عدد ذرات الهواء والتراب اللي في المتر المكعب الواحد من العاصفة، مئات المليارات من الذرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود منها، كان ينفق بسخاء. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا؟ أجمعت كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ميسور الحال، ورغم ذلك كان ينفق. كان ينفق. النبي صلى الله عليه وسلم فتح آفاق الإنفاق على مصراعيها. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني إيه صدقة؟ يعني كتبت حسنة في صحيفة اليمين، كتبت إنفاق، كتبت صدقة على عبد من عباد الله. العبد ينسى وربي ليس ينساه. أنت مش هتحصر كل اللي عملته، إنما الكتاب هيحصره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. الإنفاق لضوابط، أول هذه الضوابط كما ذكرناها إجمالا: حتى تنفقوا مما تحبون، تنفق من شيء عزيز عليك. رقم 2 في الضوابط: أتجعلون لله ما تكرهون. إخواننا اللي بيتصدقوا بالملابس، هو عمل طيب، ولكن شرط القبول أن تكون ملابس ترضها لابنك أو تقدر تستخدمها النهاردة، مش مبقعة، مش مقطعة، مش فلوس بتطلعها حاولت تصرفها عشان مقطوعة وملزوقة، حاولت تصرفها ما عرفتش فتصدقت بيها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أتجعلون لله ما تكرهون. حذاري، اوعى تسترخص الصدقة. ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن الصدقة تنزل في يد الله قبل أن تنزل في يد الفقير. دخل على عائشة وجدها تضع عطرا على درهم. ماذا تفعلين يا عائشة؟ قالت أضع عطرا على درهم سأتصدق به. ليه يا عائشة؟ قالت سمعتك تقول إن الصدقة تهبط في يد الله قبل أن تنزل في يد الفقير. فقال لها النبي طيبك الله يا عائشة. تضع عطر يعني إيه؟ بتحط برفان على فلوس هتتصدق بيها عشان تليق بجلال الله وجماله وكماله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أهم ضابط من ضوابط النفقة يا جماعة: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. تصدقت، ما تطلبش قصاد الصدقة، ما تخليش، ما تطلبش من الناس تبقى أسيرة ليك. تصدقت على الساعي، ما تطلبش من الساعي إن طلبك يكون رقم واحد عنده. لا، أنت كده خدت الثواب، خلاص خدت الأجر، اديت له حسنة، خدت قصادها خدمة، خلاص انتهت، مالكش حاجة عند ربنا. لا، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا. المن إنك تفكره، إنك تطلب منه حاجة تخصك، إنك تطلب منه ضمنيا، مش شرط باشتراط منطوق يعني، تطلب منه ضمنيا إن شغلتك تكون أهم شغلانة عنده. لا، ولا أذى إنك تعايره، إنك تهدده بوقف النفقة. ده سيدنا أبو بكر كان بيتصدق على أحد أقربائه، بيديله نفقة شهرية. الرجل ده تحدث عن السيدة عائشة بالسوء في حادثة الإفك، فسيدنا أبو بكر قرر أن يوقف الصدقة الشهرية. ربنا رفض من فوق 7 سماوات. ربنا سبحانه وتعالى رفض، قال له لا. نزل قرآن في سورة النور: ألا تحبون أن يغفر وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية دي على أبو بكر، بكى أبو بكر. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمهاجرين في سبيل القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هو فقير،
بس هو تطول على بنتي، اتهمها بالزنا والعياذ بالله. سيدنا أبو بكر وقف الصدقة، ربنا رفض من فوق سبع سماوات. ربنا سبحانه وتعالى رفض إيقاف الصدقة لرجل أذى أبو بكر. سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام أبو الأنبياء، لما قعد يأكل مع رجل كافر، وسيدنا إبراهيم اللي دعيه قال له قل بسم الله، قال أنا لا أعرف الله، فطرد سيدنا إبراهيم. نزل عليه جبريل الأمين وقال السلام يقرئك السلام يا خليل الرحمن، ويقول لك تحملناه منذ أن خلقناه وأنت لم تتحمله ساعة، ثم لا يتبعون ما أنفقه منا ولا أذى. ربنا سبحانه وتعالى يقبل النفقة ويقبل الصدقة للفقراء ويثيب عليها فوق ما تتوقع. سيدنا عثمان لما جهز جيش العسرة قال إيه في سيدنا النبي؟ قال إيه؟ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعمل اللي هو عاوزه خلاص. ثوابه عظيم قوي، ثواب تجهيز جيش العسرة عظيم، مهما فعل من سيئات